ترقب داخلي لزيارة الوسيط الأمريكي وقراءة خاصة حول جولته الجديدة. رئيس الكتائب لمفاوضات منتجة تحفظ ثروة لبنان البحرية. إسرائيل تكشف موقعاً استطلاعياً أمامياً لحزب الله. وزير الطاقة سنسعى لزيادة التعرفة مقابل رفع التغذية 10 ساعات. صباح الخير. بالأمس دعت إسرائيل لبنان إلى التفاوض بشأن الحدود البحرية، واليوم يرد الأمين العام لحزب الله. وبين الموقفين كان رئيس الحكومة واضحا لجهة عدم استعداده للقيام بأي عمل ارتجالي يعرض لبنان للمخاطر، ولوجوب حل الموضوع الحدودي بدبلوماسية عالية وروية. وفي واشنطن حذرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من أن لبنان الآن على شفير انهيار الدولة والمجتمع، وأكدت حرص واشنطن على تجنب هذا الانهيار لأن انعكاس ذلك لن يقتصر على اللبنانيين بل سيشمل دول المنطقة. وكشفت أن العاهل الأردني هو أكثر الجهات القلقة بين شركاء واشنطن حيال احتمال الانهيار في لبنان، ويريد أن يقوم بكل شيء ممكن لتخفيف هذا الاحتمال، موضحة أن بلادها لم تتخذ أي قرار بعد حيال منح الاستثناءات المتصلة بالعقوبات على سوريا لاستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان. وعزت ذلك إلى أن هذه الدول لم توقع أي عقود بعد بهذا الخصوص. وردا على سؤال اعتبرت أن مؤسسة الجيش على شفير أن تصبح المؤسسة الوطنية الوحيدة التي لديها القدرة على تخفيف بعض انعكاسات انهيار لبنان، وآخر شيء نريده أن نراه هو انهيارها أيضا. قراءة في الجولة الجديدة للوسيط الأمريكي مع الدكتور جورج أسبيك. بالمباشر دعا وزيرا الدفاع والخارجية الإسرائيليان لبنان إلى الإسراع في المفاوضات بشأن الحدود البحرية، وبغير المباشر تحدث الرئيس نجيب ميقاتي بلسان الرؤساء وحتى باسم حزب الله محددا الخط 23 المعتمد للبنان، أما 29 فلا يعد كونه خطا تفاوضيا. الرئيس ميقاتي قال ما كتمه الآخرون، والوسيط الأمريكي ما كان ليتحرك من واشنطن إلا بعد تلقيه ضمانتين، أن ينسى لبنان 29 وأن يكون التفاوض على المنطقة المتنازع عليها الواقعة بين الخط 1 والخط 23، وأن تكون زيارة أموس هوكشتين هي الأخيرة. وأكثر من ذلك، أراد الوسيط الأمريكي أن يعرف مسبقا وقبل أن تقرر الإدارة الأمريكية إفاده مجددا إلى المنطقة، أن يعرف الحد الأقصى الذي يطالب به لبنان والحد المعقول الذي يقبل به، وكذلك الأمر مع إسرائيل. ومن غير المستبعد أن يعمل الوسيط على تجليس الخط 23، أي تحويله من خط متعرج إلى خط مستقيم، بما يعطي حق لقانا بالكامل للبنان وحق كاريش بالكامل لإسرائيل. لبنان محشور وإسرائيل مستعجلة. لبنان محشور لأن شركة توتال طلبت إرجاء التنقيب إلى العام 2025 وكان لها ما أرادت، ولأنه لم تتقدم أي شركة عالمية بطلب المشاركة في دورة التراخيص الثانية. في المقابل تحاول إسرائيل الانتقال من استثمار كاريش ومن دورة التراخيص الثالثة إلى طرح الرابعة التي تستهدف البلوك 72. العين بصيرة واليد قصيرة.
إسرائيل على لسان وزير دفاعها بني غانتس حذرت من أنها على استعداد لحماية أصولها الاستراتيجية والدفاع عن بنيتها التحتية. وقال غانتس إن سفينة التنقيب عن الغاز تقع في إسرائيل ولن تستخرج الغاز من المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، وأن منصة كاريش تقع في المناطق الإسرائيلية وليس في المنطقة التي يتم التفاوض عليها بين إسرائيل ولبنان. وزير الخارجية الإسرائيلي إيل لابيد أكد أن حقل كاريش هو أحد أصولنا الاستراتيجية، ونحن مصممون على الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف موقعاً استطلاعياً أمامياً جديداً لحزب الله على الحدود الجنوبية، يعمل تحت غطاء جمعية أخضر بلا حدود التي تعمل في مجال البيئة، لكنها عملياً تشكل غطاءً لنشاطات حزب الله، ولا سيما من ناحية إقامة مواقع استطلاع بالقرب من الحدود، الأمر الذي يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. رئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي أكد أنه لن يتقاعس بدعوة مجلس الوزراء عند الضرورة في قضية ترسيم الحدود البحرية. أنا شخصياً مني مستعد أني أقوم بأي عمل ارتجالي أنه لا سمح الله يعرض لبنان لأي مخاطر أو أخذ لبنان، هيدا أنا مني مستعد شخصياً أني أخذ لبنان أو أعرض لبنان لأي مخاطر ولا بشكل من الأشكال. هذا الموضوع إذا بتسمحوا لنا بروية عم ينحل بدبلوماسية عالية. أنا ما حكيت عن الاتصالات اللي عملتها لأني ما حبيت كمان أدخل بهالسجلات اللي عم تصير وهالكلام اللي عم بيصير. ما بيصير إلا مصلحة لبنان مأخوذة بعين الاعتبار، والأساس عنا نحن كمان نبلش استخراج النفط والغاز من مياهنا، لأنه هيدا بيعطينا نوع من الازدهار وبيعطينا رؤية مضبوطة. رئيس الكتائب النائب سامي الجميل دعا إلى مفاوضات منتجة تحافظ على ثروة لبنان. جدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل التأكيد على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة بالنسبة لحقوق لبنان البحرية، وأن تضع حداً لكل لغط يدور حولها، وعدم التردد في الذهاب إلى مفاوضات منتجة تحافظ على ثروة لبنان وتحفظ سيادته وكامل حدوده. كلام الجميل جاء خلال لقائه السفيرة الأمريكية دوروثي شاي، حيث أكد ضرورة تشكيل حكومة تحظى بثقة الداخل والخارج وتنكب على وضع خطة واضحة بمواكبة تشريعية من مجلس النواب تسمح باستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة تصويب المسار قبل استنفاذ ما تبقى من احتياطي والقضاء على مقدرات البلد المالية. رئيس الكتائب كان قد التقى أيضا السفيرة يوانا فرونيتسكا، وشدد على ضرورة تشكيل حكومة دون إبطاء تشرع فورا في وضع الخطط اللازمة للجم الانهيار المتسارع والاستنزاف المستمر لقدرات لبنان، مبديا تخوفه من أن يؤدي غياب السلطة التنفيذية في هذا الظرف الخطير وفي ظل تفاقم الأزمات على أنواعها إلى فوضى عارمة تقضي على أمل لبنان بالنهوض. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. عون تمثل أمام المجلس التأديبي في تموز. أهلا بكم من جديد. أشار الخبير الاقتصادي الدكتور مروان بركات إلى أن التشرذم في مجلس النواب سيؤدي إلى صعوبة في التوافق على الاستحقاقات الأساسية والتشريعية في البلد، وهذا ما سيشكل تحديا أساسيا بالنسبة لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. بركات عدد عبر صوت لبنان أبرز متطلبات صندوق النقد الدولي. إقرار خطة التعافي أقرتها الحكومة بعد في اقرارها بالبرلمان، وهذا تحدي كبير نظرا للخسائر الكبيره بالقطاع المالي والتي تقدر ب 73 مليار دولار، تقييم لوضعيه اكبر 14 مصرف كل على حدا، وهذا لازم يتم قبل نهايه ايلول الجاري، وهذه مسؤوليه مصرف لبنان ولجنه الرقابه على المصارف. اقرار مجلس النواب لقانون تعديل السريه المصرفيه، علما انه صار في مشروع قانون اقرته الحكومه واحلته على مجلس النواب، الانتهاء من التدقيق من الوضعية الخارجية لمصرف لبنان، الاحتياطيات لمصرف لبنان من ذهب واحتياط بالعملات الأجنبية، إقرار الحكومة لخطة إصلاح مالي
متوسطة الأبد مع ديت ريستراكشرينج مع إعادة هيكلة الدين، إضافة إلى مصادقة مجلس النواب على قانون موازنة العام 2022، توحيد أسعار الصرف من قبل السلطات، علما أنه في 5 أسعار صرف عاملة في لبنان اليوم، وكابيتال كنترول. في ملف الكهرباء، كشف وزير الطاقة وليد فياض أن الموافقة النهائية من الإدارة الأمريكية على مشروع جر الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا لم تصدر بعد بتأخير حوالي 3 أشهر. وقال على هامش مؤتمر حوار الطاقة المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا المنعقد في الأردن أن هناك حاجة لإنهاء الموافقات على جر الكهرباء قبل أشهر الصيف المقبلة، وأن لبنان في الوقت عينه لابد أن يبحث عن بدائل أخرى لتزويده بالطاقة. وأعلن فياض أن مباحثات ستجري مع كل الدول الصديقة المصدرة للنفط لتزويد لبنان بالغاز والفيول، وقال سنسعى في ضوء ذلك لزيادة التعرفة مقابل أن نرفع التغذية 10 ساعات على الأقل في المرحلة المقبلة. معاناة المواطنين لإنجاز جوازات سفرهم مستمرة. أصبح الحصول على جواز سفر لبناني أمراً مستبعداً إن لم نقل من سابع المستحيلات، فأخذ موعد على المنصة يتطلب شهوراً، وأقرب موعد بعد سنة رولا عانت ما فيه الكفاية وخسرت فرصة خارج لبنان. فيني أقول أني عانيت الأمرين بموضوع تجديد جواز السفر. جاني دعوة لمشاركة بمؤتمر خارج لبنان، جيت لقيت باسبوري باقي أقل من 6 أشهر للمدة تبعه. قالوا لي بما أنه في دعوة وفي كل المستندات موجودة وفي حجز الأوتيل وفي حجز التيكت بيعطوك باسبور على الطريقة السريعة، ما بدك أي شيء. جربنا، قالوا لا نحن اليوم غيرنا هيدا السيستم، بدك تروحي على المنصة. رحنا على المنصة، أول موعد بعد سنة، رجعوا قالوا لي سجلي على المنصة ورجعي قدمي، نزلي شخصيا على الأمن العام كمان إذا كانت كل المستندات موجودة مع كل الحجوزات والإثباتات كمان بيعطوك. كمان جربت مرة تانية كمان نرفض الطلب، رجعوا قالوا لي اليوم غيرنا السيستم، بدك ترجعي تنطري لانه هلا بدنا نطلع قرار جديد. كمان رجعت نطرت 3 دعوات للمشاركه بمؤتمرات خارج لبنان، عقد عمل بقطر للتوقيع عليه كمان ما قدرت روح، خسرت عقد العمل، خسرت مشاركة ب3 مؤتمرات. أنا محامية، عندي أشغالي، عندي سفراتي ومؤتمراتي وشغلي، ما قدرت روح. بوضع هيدا الشيء كله برسم هيدي الدولة. الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة اعتبر أن موضوع جوازات السفر سيبقى عالقا طالما أن الحلول ليست جذرية. أول شيء هذا انتقاص من حق أساسي من حقوق الإنسان. عم نتابع الموضوع أنه الشركة الفرنسية اللي بدها تطبع الباسبورات تلقت أو ما تلقت من مصرف لبنان قيمة طبع هذه الباسبورات، بالتالي كل شيء عم ياخد وقت أكتر وعم تتعطل مصالح المواطنين أكتر، وفي ناس كتير عم ينظلموا لأنه عندهم فرص عمل خارج لبنان، وفي ناس عم ينظلموا لأنه بده يلتم شمل العائلات يروح لعند ولاده أو يروح لعند أهله، مش قادر، محبوس، وكأنه المواطنين حكم عليهم أنه يسجنوا بالسجن الكبير. يؤكد بشارة أيضا أن ما طرح من حلول لا يكفي لحل الأزمة، والعودة إلى حجز المواعيد على المنصة يفاقم الموضوع. عم بسمع أنه حتى بعد طباعة 1,000,000 باسبور الأمن العام رح يضل معتمد صيغة المنصة، وهذا أمر كمان بيخوف الحقيقة، أنه كيف إذا مواطن بده باسبور ينطر على رائحة الانتظار أسابيع وأشهر. بكل بلاد العالم، ما بعرف إذا بعد فينا نقارن، الباسبور بساعات بيتم تجديده، حتى يعني باليابان من دون ما نشبه بمشين بحط باسبور القديم فورا بتلاقيه خلال دقائق. نحن الحقيقة وضع متردي جدا، وهذه من أبرز علامات التدهور والتردي. مواطنون وشهود عيان يؤكدون أن اللبنانيين أصبحوا في سجن كبير اسمه لبنان، ويقولون بالفم الملآن. إذا أردت معرفة ما يجب فعله لإنجاز جواز سفر، فما عليك إلا الانتظار في طوابير أمام مراكز الأمن العام أو محاولة حجز موعد على المنصة بعد سنة على الأقل. تراز الخوري، صوت لبنان. أحال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي رئيس بلدية طرابلس رياض يمق إلى نيابة العامة المالية بجرم هدر المال العام، كما جرت إحالته إلى ديوان المحاسبة بناء لمحضر تحقيق يتعلق بصرف أموال دون إبراز المستندات. أخبار محلية أخرى في هذا الشريط السريع.
قضائيا أرجأ المجلس التأديبي جلسة الاستماع إلى القاضية غادة عون إلى 6 تموز المقبل بعدما تقدمت بطلب استمهال لتوكيل محام. أعلنت نقابة عمال ومستخدمي شركات المحروقات أنها قد تضطر إلى الطعن بجدول أسعار المحروقات لعدم التزام وزارة الطاقة بوقت ثابت ومحدد لإصدار الجدول، أي قبل الساعة 9 من قبل ظهر يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع. دعت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الموظفين إلى الإضراب المفتوح بدءا من الاثنين المقبل. أطلق مسلحون النار على شاب في حي السلم فقتلوه ثم لاذوا بالفرار. سجلت وزارة الصحة حالة وفاة واحدة و195 إصابة جديدة بكورونا في الساعة 24 المنصرمة. نتابع النشر بعد الفاصل وفيها: بايدن ومستقبل الأمريكيتين. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الديمقراطية ليست فقط سمة مميزة بل هي المكون الأساسي لمستقبل الأمريكيتين، وقال في افتتاح قمة الأمريكيتين: نحن بحاجة إلى جعل سلاسل التوريد أكثر أمانا ومرونة. على خط أمريكي آخر، وصفت الخارجية الأمريكية التقارير عن تخطيط إيران للحد من الشفافية مع وكالة الطاقة الذرية بالمؤسفة للغاية، واعتبرت أن أي إجراء في هذا المجال سيؤدي إلى نتائج عكسية، وقالت أن رد إيران يجب أن يكون تعاونا كاملا مع الوكالة الذرية وليس توسيع الأنشطة النووية. في المقابل، رأت الخارجية الإيرانية أن الضغط على الوكالة أنتج قراراً غير حكيم ضد دولة تمتلك برنامجاً نووياً هو الأكثر شفافية في العالم، وقالت إن المبادرين لإصدار القرار ضدنا في مجلس حكام الوكالة سيكونون مسؤولين عن العواقب، وأضافت أن الرؤية القصيرة النظر لكل من أمريكا والثلاثي الأوروبي وضعت مصداقية الوكالة الدولية على المحك. وكان بيان أمريكي وبريطاني وفرنسي وألماني قد دعا إيران إلى التعاون والوفاء بالتزاماتها. إلى الصين، حيث تم فرض إغلاق جديد على أحياء في شنغهاي بسبب التفشي المتواصل لكورونا. ماذا الآن في أخبار الرياضة مع رومن طنوس؟ نبدأ أخبارنا الرياضية ببطولة غرب آسيا للصاليد. ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى، فاز منتخب الكويت على منتخب الفلسطيني بنتيجة 5-1. إلى ذلك، نشرت صفحة فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بيان رسمي أعلنت فيه عن تجديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش حتى عام 2023، كما وأعلن نادي توتنهام الإنجليزي بشكل رسمي التعاقد مع الحارس فريزر فورستر على عقد للعام 2024. محلياً وبخبر مؤسف، غيب الموت الراحلة جولييت مراد والدة نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة ورئيس نادي بيروت نديم حكيم. يحتفل بالصلاة عن راحة نفسها الساعة 2 بعد الظهر نهار الجمعة 10 حزيران بكنيسة سيدة النياح للروم الأرثوذكس. إلى نشرة الأحوال الجوية. الجو اليوم مشمس والحرارة بتسجل 23 أدناها و28 أقصاها، رياح غربية بتتراوح بين 20 و40 كيلومتر بالساعة، ونسبة الرطوبة بتتراوح بين 60 و80%. الجمعة رح نشهد استقرار بدرجات الحرارة على 28 أقصاها و22 أدناها، والجو بيكون مشمس لغائم طيلة فترة النهار. نوصل للسبت وأيضا الجو مشمس مع درجات حرارة بتتراوح بين 24 و28 درجة. الأحد الحرارة بتسجل انخفاض بسيط وبتتراوح بين 22 و27 درجة. أما يوم الاثنين الحرارة بتتراوح بين 22 أدناها و25 أقصاها مع احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة.
النشر انتهت. تابعونا عبر موقعنا vdl.me ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.